الحقيقة قبل ما نطلع الهواء يعني مع حضراتكم على طول من دقايق، يعني تابعنا وشفنا خبر وفاة الفنانة الله يرحمها جالا فهمي، وانه طبعا هي كان عمرها 59 او 60 سنة يعني الله يرحمها. مش عارفين تفاصيل كتيرة، هل كان في أزمة صحية، هي الوفاة مفاجأة، لكن بكل الأحوال طبعا ده قدر ربنا، والله يرحمها وعزائنا طبعا لأسرتها وللوسط الفني طبعا كله ولكل محبيها. خلونا معانا على تليفون دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. برحب بحضرتك معانا دكتور أشرف، والبقاء لله يا فندم. الله يخليك يا أستاذة لبنى، أهلا بسيادتك، ربنا يرحمها. الله يرحمها. يصبر يعني أهلها والأسرة الفنية كلها. الله يرحمها يا رب. دكتور أشرف، هل احنا كنا يعني على علم بتفاصيل بحالة مرضية بوضع صحي خاص الفنانة جلا فهمي الله يرحمها، ولا الخبر كان مفاجئ يعني؟ لا، الخبر كان مفاجئ، لان انا عرفت ان هي جات لها ازمه قلبيه، نقلوها المستشفى وللاسف يعني الحمد لله على كل شيء. الله يرحمها. بالنسبه بقى للجنازه وطبعا نقابه المهن التمثيليه والاجراءات بقى والحاجات اللي هتحصل، اللي باكيد الدعم المعنوي بيبقى مهم جدا في وقت زي ده. ان شاء الله. انا تواصلت مع الاستاذ مصطفى اخوها، وهو قال لي ان هو مستنيين ابنها جاي من النهارده ان شاء الله بالليل، بحيث لو جيب الليل ان شاء الله يعني تبقى الجنازه بكره الظهر اكيد يعني ان شاء الله باذن الله هنعلن يعني اكيد. الله يرحمها يا رب، الله يرحمها.